العزله في الحبس فقدتني شويه، قلصت لي شويه الوظائف اللغويه ديالي، لان ما كنتش كنهضر مع حتى شي واحد، ما بقيتش مولف بزاف انني نتكلم، لذلك اعذروني الا ما عرفتش نصيغ الكلام ديالي. اللي بغيت نهضر عليه هو الدور ديال العائلات اثناء الاعتقال. كان دور مهم جدا، وعاد فهمته دابا. انا كنفهم سنوات الرصاص كانوا كيعاودوا على العائلات ديال المعتقلين، عائلات المعتقلين كان عندهم دور اساسي، ولكن ما كنتش كنفهم داكشي حتى تعتقلت انايا، وفهمت ان معتقل انا شخصيا انا كنت في اعتقال انفرادي ما يسمى بالعزله، ولكن ما عمري ما حسيت بالعزله، لانني كنت عارف ان كاين وسط ضو قداش والدينامو ديالو هو الام ديالي والاب ديالي فتح الشريفي اللي اولا رفضوا جميع الضغوطات، رفضوا المضايقات، رفضوا انهم يدخلوا في هذاك الشيء ما يسمى بالوساطات الى اخره. قرروا ان هذا الاعتقال هذا هو فضيحه، وهذه الفضيحه هذه شيء صادم وشيء غير مقبول، وبالتالي يجب مواجهته بشكل مباشر، ماشي بالوسائط، ماشي بالوسطات، لانه شيء يتجاوز ما هو مقبول. يعني حنا اعتقلنا باستعمال طرق قذره، يعني حنا وصلنا للقذاره كاداه للحكامه. قذاره اداه للحكامه. الصحافه التشهير سياسه عموميه. اذا اعود الام ديالي والاب ديالي، يعني لعبوا واحد الدور، واحد المجهود اللي هو فوق انساني، انهم يقبلوا اولا هذا النوع ديال الاعتقال، لانهم عاشوا في السبعينات والثمانينات وشافوا شافوا شافوا المشاكل، وكيقولوا حنا دابا حنا في 60 عام ورجع هذا الشيء دابا بهذه الطريقه، وهم موثوقين حينما يقولون لك نحن نعيش احلك لحظات التي تعود دابا لهذا الجيل هذا، وكتشبه بشكل أسوأ، بشكل اردى ديك اللحظات اللي كنا اللي المفترض اننا طوينا هذيك الصفحه ديالها. اذا تحيه كبيره للعائله ديالي ولجميع عائله المعتقلين السياسيين. اظن انني انا كنت كما كانش عندي العائله ديالي كنت غنحماق ولا غيوقع لي شي حاجه بسيطه. كان هاد الضغط بزاف. طبيعه الحال حاجه اخرى، انا فاش دخلت السجن بهذيك التهمه اللي داروا لي، انا كنت نقول ما غاديش يكون التضامن، لان كان الهدف هو تكسير ديال التضامن. تفاجأت جدا واشد على اياديكم على ان هاد التهم هذه حتى واحد ما صدقها، وهذا كاع عاوتاني قيمه، يعني كاع فكره لاصحاب هاد التهم هذه اللي جات من عندهم هاد التهم هذه، ها شنو كتسواو؟ شنو القيمه ديال جهاز قضائي في واحد البلاد؟ حتى واحد ما كيتيق شنو باش كيحكم وكيفاش كيحكم. عندنا مشكله. كلشي ولاو ادوات ديال السلطويه، ما عمرهم كانوا، ولكن كنا في واحد الاتجاه ان ممكن شي نهار يكونوا اجهزه مستقله كتخدم لا ميسيون ديالها، ولكن دابا هذاك الشيء متضايق. اضافه الى تغول ديال المخابرات وديال الامن في المغرب، داك الشيء خطير جدا. زعما الاعتقال ديالنا السياسي، الاعتقال ديالنا ربما 1% من اشكال الاضطهاد اللي كاينه، لان اشكال الاضطهاد غير مرئيه. دابا ولا كيصرفقك وكيقول لك ما تقولش باللي صرفقتك، ومتى ما كتقولش باللي صرفقتك، لان غيمشي يصرفق جيرانك وغيصرفق امك وغيصرفق باباك. اذا هذا هو الحاله اللي وصلنا لها دابا، وشكرا لكم مجددا.